السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن نتحكم في شكل المبنى والشغل بتاعنا من خلال موضوع الفيسز. فيسز يعني مراحل المشروع، في جزء مثلا اتعمل قبل كده او جزء قام فعلا، وفي جزء احنا شغالين فيه، وفي جزء احنا مأجلينه للمستقبل وهكذا. فممكن اجي فيسز بلاقي ان انا عندي حاجتين، existing و new construction، اقدر اضيف عليه اكتر من حاجة، وهنشوف ازاي بعد كده. من insert نقول له before او after، يعني ممكن اقول له مثلا هنا دي افتر، خليها مثلا فيز 2 مثلا، تمام. وتقدر تعمل كومباين، يعني تدمج حاجتين مع بعض. يعني لما معلم على ده هتبدأ يقول لك كومباين مع اللي قبليها. فيس فلتر تبدأ تعمل فلاتر، يعني هتلاقي هنا في اي فيو هتلاقي فيسز، لما تقول له شو قول اللي يظهر واللي يختفي وهكذا، تمام. الجرافيك اوف الرايت بيقول لي مثلا الاكسيستنج هيبقى باللون دوت، الديموليش هيبقى باللون دوت وهكذا. فممكن تختار مثلا النيو هيبقى ده اللون بتاعه، التمبوراري هيبقى بالشكل الخفيف دوت. فتقدر تتحكم في الحاجة ديت، تمام. تقدر تحدد ان الحاجة دي تظهر دلوقتي ولا ما تظهرش. دي اكسيستنج، ده الحاجة اللي هي فعلا موجودة. ده الديموليش اللي هو هيتهد. ده النيو، ده التمبوراري، ده حاجة معمولة مؤقت. وممكن تحدد له الماتيريال، وممكن تقول له انا عايز الحاجة دي تبقى هاف تون، تمام. طيب لو قلت له اوكي، وخلينا نعلم على مثلا الحائط ده والحائط ده والحائط ده وده، تمام. عايزين نحطهم في فيز مختلفة، فهقول له انا ده مثلا ده ديمونيش، هنهده مثلا فيز 2، وده الكريب بتاعه في نيو كونستراكشن، ماشي، تمام. وهتقول له دوت ده مثلا ده هيتعمل له كرييت مثلا في فيز 2، تمام. بيقول لي لازم ايه، ما يظهرش معايا دلوقتي، تمام. ليه بقى ما يظهرش معايا؟ لان انا الفيز بتاعي نيو كونستراكشن. طب لو انا قلت له فيز 2 هيبدا يظهر معايا، وهتبدا دي تظهر معايا بشكل متقطع بالشكل دوت. طيب لو قلت له انا عايز النيو كونستراكشن، هتلاقي دول ظهروا عادي، وده هو بقى اللي بدا يختفي. ممكن تقول له لا، انا عايز اشوف بس ايه، شو كومبليت، ايه الحاجات اللي هي تمت، تمام. طب انا عايز اشوف الديمو زائد النيو، انا عايز اشوف الحاجات الجديده بس في الديت. طب خلينا نيجي هنا نقول له ايه، احنا في فيز 2، يبدا يجيب لي الجديد بس والباقي كله يختفي. فانا ممكن اعمل كذا فيو، كل فيو فيهم لفيس معين، بس يظهر معايا في البرزنتيشن احنا موجودين في انهي فيس، واني فيس الجديده، واني فيس اللي هتعمل في المستقبل. فده بيوفر علينا وقت كتير قوي، بالذات لما يكون المشروع متقسم ليه مراحل.